مساء الخير. ده حسن قلقتني يا استاذنا، الساعه 5 الصبح. خير ساعتك ايه؟ مش عارف اذاكر يا حسن، عندي امتحان يوم الاحد الشفوي، مش فاهم ولا كلمه من اللي قدامي، كله بالانجليزي، وخايف اسقط يبقى شكلي وحش قدام العيال. ان شاء الله ربنا ينور طريقك يا باشا. هو ساعتك عندك امتحان ايه؟ مش عارف، حتى اسم الماده مش عارف اقراه. هو اسم الماده كده كلمه مقلبزه وفيها حروف كتير، واللي هي تخلص من تيفيتيشنز دي. والعيال ولادي ولاد الكلب نازلين ضحي بره طول الليل بيضحوا. هتمتحن وهتجاوب وهتطلع الاول كمان. دكتور اسماعيل رئيس القسم يا باشا. اهلا اهلا يا دكتور. اهلا اهلا، فرصة سعيدة. اهلا بيك يا فندم. نايس تو ميت يو مورجان بيه. ضروري طبعا، اهلا وسهلا. انا ما احبش قعدة المكاتب اصلي، تعال نقعد هنا على جنب عشان نعرف نتكلم مع بعض. اتفضل حضرتك هنا، اتفضل. اهلا بيك يا دكتور، اهلا وسهلا. اهلا 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 باستاذنا كبير، اهلا وسهلا. قف المعلم وفيه التبجيلة، كاد المعلم ان يكون رسولا. تسمح لي بيدك؟ تسمح لي اقبل يداك؟ أنا دائماً أحب أن أقبل أيدي العلماء، لأن العلماء هم الأساس بتوع كل حاجة. حضرتك بتاخد كام في الشهر؟ 20 سنة في التعليم الجامعي ويا دوبك $800. $800؟ بعد 20 سنة في التعليم الجامعي عندك أولاد؟ 4. 4 و $800؟ تشرب شاي بالياسمين؟ أشرب. Briefly discuss the major difference between ethnocentrism and culture relativism. Well, ethnocentrism involves judging others subjectively. Define xenophobia in a normal sociological system. Xenophobia is hostility towards foreigners. And you? What's your name? Yes, but sometimes no. What's your name? Yes, Morgan Ahmed Morgan. Excellent! Bravo! Dismiss! دكتور اسماعيل، انا متاكده ان النتيجه فيها غلط. مورجان ده لا يمكن يجيب امتياز، لا يمكن. انت بتشككي في ايه يا دكتوره جيهان؟ عمليه التصحيح بتتم عندنا بمنتهى الدقه والشفافيه. الراجل ذاكر واجتهد، وانا امتحنته بنفسي، ومش انا لوحدي بس، في استاذين غيري امتحنوه وادوا نفس التقدير. انا بقترح يا فندم نعيد التصحيح. يا دكتوره جيهان، النتيجه طلعت واعتمدت خلاص، وارجو ان الخلاف السياسي اللي بينك وبين الاستاذ مورجان ايام الانتخابات ما يأثرش على موقفك منه كطالب عندك في الكلية. فكوني لف خبيركم، مش مكسوفين من نفسيكم؟ الهانم جابلي مقبول بالعافية، وحضرتك صاعد في مادة، وابوك اللي كنت مستعرين منه طلع بامتياز، طلع الأول على الدفعة كلها. فعلا يا بابا، أنا ما كنتش مركز الفترة اللي فاتت دي، عشان كده ما عرفتش أجاوب. وش معنى أنا؟ ما أنا مرخوم في 60 حاجة، خايبين وساقطين. قولولي، أجيب لكم مدرس خصوصي أشرح لكم أنا. طب والله يا بابا دي فكرة هايلة، احنا فعلا محتاجين ان انت تشرح لنا. اشرح لكم ده ايه؟ وانا فاضلكم؟ كل واحد اعتمد على نفسه. وبعدين انا لازم انام بدري عشان بكرة عندي ماتش في الجامعة. ماتش؟ ايوه ماتش. انتوا ناسيين الرياضة بتد 10% اعمال سنة، وانا ما اسيبش فتفوتة تعدي منه ولا درجة واحدة قد كده. ابو تعالى اتفرجوا. انا عمري ما شفت ابوك بيلعب كورة. اديكي شفت. ابوكي ما بيغلبش. ظبطت الحكم حسن؟ ظبطته يا باشا. ظبطت الاثنين لاين مان؟ ظبطتهم يا باشا. الواد الجون بتاع الفرقه الثانيه قلت له هوديه الاهلي؟ قلت له يا باشا. على بركه الله. سيداتي انساتي سادتي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مدحت شلبي يحييكم من استاد جامعه المستقبل، حيث تقام اليوم المباراه النهائيه التي تجمع بين جامعه المستقبل وجامعه العهد. هناك نجم جديد رائع قادم، مورجان أحمد مورجان الملقب بمورجان، أو يقال ميمو الكرة المصرية الجديد. حنشوف
نزل الفريقين بالفعل الى ارض الملعب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انصرنا. امين. اللهم قوي من عزيمتنا. امين. اللهم هب لنا من لدنك كورنر وبلنتي وهجمه مرتده. امين. اللهم ابعد عنا الاصابات. امين. الشد العضلي وبلع اللسان وتمزق الاربطه. امين. اللهم دمر الفريق الاسود ذو القلب الاسود تدميرا. امين. اللهم يا ابن الماتش ابتدى بقاله ربع ساعه والفرقه الثانيه بتلعب لوحديها. يلا بدأت المباراة من محمد لخالد على يمينه. هوبا الله الله الله. في الدقيقة الأولى بتعمل إيه يا جون؟ 1-0. هدف جميل جدا جدا جدا. يتقدم فريق جامعة العهد على المستقبل. فينك يا مورجان؟ مصطفى بطن رجله استلم من هاشم. ماشي واشرب الخليج الحلوة وادي علي هيجيب جون. هوبا ضعيفة ضعيفة. ايه ده؟ ايه يا جون ده؟ فاتح البحر ليه يا ابني؟ فين طريقك فين؟ بيروحوا له منين يا نهار ابيض؟ اتلا شيء. كابتن العهد ماشي معدي اخذ واحد والتاني دخل على المنطقه يجيب جون. هوبا ضعيفه. امسك يا هريدي. اخيرا هريدي. هوبا يا هريدي. روعه يا ابني روعه روعه روعه. رايح فين رايح فين؟ دخل الجون. يا نهار ابيض يا نهار ابيض. بيدخن هريدي عليه العوض ومنه العوض. خلصت الماتش يا ابني. 3 لا شيء لصالح العهد. ماشي يا امير من ناحيه اليمين. احتكاك مورجان بالقلم. يا نهار ابيض. ضربني وبكى سبقني واشتكى. كارت ايه؟ كارت احمر. امير بره. يا نهار ابيض. ضربه جزاء صحيحه لمورجان. تركيز عالي قوي داخل مورجان. هوبا الله 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 الله. جوه الجول. الله عليك يا حبيب والديك. روعه يا ابني روعه. ارقص غني. الله اكبر الله اكبر. 3-1. ضربة ركنية العرضية العالية بإيده مورجان. يا نهار أبيض. هدف مارادوني لمورجان. أحمد مورجان براسه ماشي برجله ماشي بإيده ماشي. سجدة للمولى سبحانه وتعالى. 3-2. الشوط الثاني جامعة العهد يا ترى هيكون لها رأي تاني وهتتقدم على جامعة المستقبل ولا مورجان الملقب بميمو هيكون له رأي تاني؟ تعالوا نتابع ونشوف مع بعض. ضربة مرمى حلوة أوي المحمود على وش رجله طويلة وعالية جميلة جدا 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 على صدره ميمو. ميمو جون. مفيش راية مفيش صفارة ترقيصة هي دي. هوبا في العرضة يا راجل. ينفع كده حسن؟ ما أنا يا باشا ما أقدرش أرش العرضة. محمود ماشي من ناحية اليمين هيلعب العرضية. يا جسمك يا مورجان يا يمينك يا تامر. هوبا الله الله الله. 3-3. بوكس يمين. ايه ده؟ بوكس شمال. يا نهار ابيض. وقع تامر على الارض. هي دي التحية في بطنه. يا نهار ابيض يا مورجان ايه اللي بيحصل ده؟ ما لحقتش تتهنى ما لحقتش تتهنى يا حبيبي. اللهم اغفر له وارحمه. امين. اللهم اجعل مثواه الجنة. امين. عندنا 2 وقت بدل ضايع. ماشي من ناحيه شمال ايثم دبور. 3-3. هيلعب عرضيه. هي دي. هوبا الله الله يا مورجان. بكعبك يا مورجان يا حركاتك يا مورجان. خلصت الماتش يا ابني خلصت الماتش يا مورجان. 4-3. جيت الدنيا ازاي؟ انت اكيد من عالم تاني. روعه يا مورجان روعه. مورجان احمد مورجان العظيم الفنان.